من النصائح اللي لازم نتبعها خلال شهر رمضان المبارك هو زيادة العناية الفموية بالفم والأسنان، لأنه كتير من الناس بيغفلوا عن تفريش أسنانهم وخاصة خلال فترة الصباح الباكر. لذلك هناك مجموعة من النصائح لازم نتبعها لنحافظ على صحة الفم والأسنان. تفريش الأسنان مرتين يوميا بعد السحور وبعد الفطور مباشرة، ومن الأفضل تفريشها 3 مرات نوزعها على فترات متساوية خلال فترة الإفطار. استخدام الخيط السني الطبي بعد الفطور وبعد السحور ليزيل بقايا الطعام الموجودة في الفم ويقلل من البكتيريا الموجودة اللي بتزيد وبتساعد على زيادة رائحة الكريهة خلال فترة الصيام. الابتعاد عن التدخين والتوابل والابتعاد عن كل المواد الغذائية اللي ممكن تزيد من جفاف الفم وتساعد على ظهور رائحة الفم أثناء فترة الصيام. وبالأخير مننصح أنه نزيد من كميات المياه اللي لازم نشربها خلال فترة الإفطار للتقليل من جفاف الفم.